تحدث باسم البرلمان الليبي سيد عبد الله بالحيق. سيد عبد الله، كنت قد سألتك لكن الصوت لم يكن واضحا، سأعيد السؤال لك ولكن يعني من زاوية مختلفة. هل الإعلانات التي خرجت اليوم من البرلمان ومن حكومة الوفاق هي إعلانات منفصلة أم أن هناك اتفاق حولها؟ نعم، الآن سمعني جيدا. نعم تفضل. نعم، هنالك ضمانات دولية ومساعي دولية من أجل تحقيق هذه المطالب، وقلت بأنه هذا ما طلب به فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح خلال الفترة الماضية بطرح مبادرته التي توجت بإعلان القاهرة الماضي، وهذا البيان الأخير لفخامة رئيس مجلس النواب جاء استجابة أو انطلاقا من الوضع الخدمي الصعب وأيضا من انتشار فيروس كورونا والعجز عن تمويل قطاعات الدولة، لكن كل هذه المطالب تأتي وفقا لما طالب به فخامة رئيس مجلس النواب، هو بضرورة إنشاء مجلس رئاسي جديد تنشأ من خلاله حكومة وحدة وطنية توحد مؤسسات الدولة الليبية، و تكون كمقترح لها مدينة سرت مقرا لهذه السلطة الجديدة بعيدا عن سلطة الميليشيات، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة الذين تم جلبهم إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية ودعم وقف إطلاق النار، وهذه كل هذه المطالب أيضا تحقيق العدالة في توزيع إيرادات النفط من خلال حساب خاص يتم تجميده إلى حين تشكيل هذه السلطة الموحدة لكل الليبيين، وكل هذه المطالب التي طلب بها فخامة رئيس مجلس النواب خلال جولته الخارجية سواء القسم العربية أو الأوروبية، وهنالك ضمانات مثل ما أسلفت ذكرا من المجتمع الدولي وتعهدات، تحديدا تعهدات بتحقيق هذه المطالب قبل المضي قدما للانتقال من هذه المرحلة، وكل هذا يأتي دعما لوقف إطلاق النار الذي طلب به المجتمع الدولي والليبيين والبدء في العملية السياسية. طيب سيد عبد الله، دعني أذهب إلى التفاصيل. قلت ضمانات، ضمانات من أي دول؟ كان هناك حديث مع الجانب الأمريكي عبر السفير الأمريكي، هل الضمانات أمريكية أو من أي دول يعني بعينها؟ نعم أنا قلت ضمانات وبعد ذلك أدركت وقلت بتعهدات. نعم، تعهدات من المجتمع الدولي ومن البعثة الأممية من أجل تحقيق ذلك. يعني الحل الوحيد الذي من أي دول سيد عبد الله؟ من أي دول التي تواصلت مع البرلمان وأعطت الضمانات؟ نعم، التعهدات تحديدا، التعهدات أعطيت يعني من خلال الجولة الخارجية خلال الفترة الماضية وأيضا من البعثة الأممية، لأن البعثة الأممية أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي الراعي للحوار السياسي، هي الراعي الوحيد، ولكن نعول على المجتمع الدولي من أجل الدفع بكل الأطراف للمضي قدما بهذه هذه النقاط من أجل إنهاء حالة الانقسام وعودة العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق مطالب الشعب الليبي وتنهي الأوضاع المتردية الحالية. طيب أيضا يعني البيان يدعو إلى إخلاء منطقة سرت والجفرة من السلاح. الجيش الليبي كان له وجهة نظر مختلفة خلال أيام الماضية، أعضاء في البرلمان أيضا قبل قليل كان معي سيد علي تكبالي وقال هذه فكرة يعني غير جيدة. كيف تم تنسيق هذه الفكرة وإلى أي مدى تعتقدون أنها ناجحة؟ نعم طبعا، لم يذكر فخامة رئيس مجلس النواب في بيان إخلاء مدينة سرت أو منطقة منزوعة من السلاح وغير ذلك، لكن إجمالا أكد فخامة رئيس مجلس النواب يعني ترفضونها أم تقبلونها؟ سيد عبد الله، البرلمان يرفض هذه الفكرة أو يقبلها؟ لم يرد إلي شيئا أنا كمتحدث باسم مجلس النواب فيما يخص ما ورد إلي هو أن تكون مقرا لسلطة جديدة في ليبيا وأن تكون حمايتها بواسطة قوات نظامية، يعني هذه المرحلة تسبق الآن إلى حين المضي قدما في هذه النقاط، لكن حتى في بيان فخامة رئيس مجلس النواب أكد بأن العمل يسير وفقا
توحيد مؤسسات الدولة، وأيضا شريطة استكمال الترتيبات العسكرية طبقا للمفاوضات العسكرية 5+5 التي ترعاها البعثة الأممية. فبالتالي هذه التفاصيل سيتم طرحها في المسار العسكري الذي ما زال مستمرا من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وأيضا الممثلين لحكومة الوفاق الوطني. طيب سيد عبد الله، هل يعتبر مع هذا البيان أن الآن يعني الجيش الليبي الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أصبح يعني في حالة يعني الثبات، مسألة وقف إطلاق النار وإيقاف جميع العمليات العسكرية، هل ينطبق عليه هذا الأمر؟ نعم، ليس هكذا فقط القوات المسلحة والجيش الوطني، أيضا طالب وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة، ومن لم يلتزم هم الميليشيات الغير مسيطر عليها. الجيش الوطني والقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر هي أيضا طالبت بوقف إطلاق النار منذ فترة طويلة وملتزمة بكل تعهداتها الدولية، لكن ما يتم أو الخروقات التي تحدث من الميليشيات المسلحة والمرتزقة. لكن لماذا سيد عبد الله لم يشر بيان البرلمان الليبي إلى القوات التركية والميليشيات أو المرتزقة السوريين في ليبيا؟ لماذا يعني هل تم إغفال هذه المسألة أم أنها فقط يعني كلغة دبلوماسية؟ القوات المرتزقة السوريين الذين تم جلبهم إلى ليبيا يعني ذكرناهم في أكثر من بيان. لا، أنا أتحدث عن هذا البيان بالذات. هذا الأمر يعني ليس يعني مجالا للمواربة، هو واضح كل المجتمع الدولي ويعلم العالم والمجتمع الدولي بأن أكثر من 17,000 أو قرابة 20,000 مرتزق متواجدين برعاية تركية إلى ليبيا. طيب يعني هل اليوم لماذا تغيرت وجهة نظر البرلمان الليبي الذي كان يطالب بتحرير طرابلس وإخراج الميليشيات؟ اليوم نرى لغة مختلفة، هل الظروف الدولية تغيرت؟ هل الظروف في ليبيا تغيرت وبالتالي تم تغيير وجهة النظر؟ هدف مجلس النواب الليبي وما نسعى إليه ويسعى إليه فخامة رئيس مجلس النواب هو الانهاء حالة الفوضى، تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وإخراج المرتزقة، القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وعودة الجيش الوطني بشكل نظامي، وإنهاء كل هذه الحالة المتردية من حالة انتشار السلاح والفوضى وسيطرة الميليشيات على قوت المواطنين وعلى أرزاقهم. كل يوم نسمع بقصة جديدة في طرابلس عن ما تقوم به هذه الميليشيات. فبالتالي الهدف هو هدف مجلس النواب توحيد مؤسسات الدولة، عودة الأمن والاستقرار المضي قدما في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، توحيد مؤسسات الدولة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي. طيب لكن سيد عبد الله، هذا حديث يعني دبلوماسي وجيد، لكن البعض قال بأن ما حدث من عبر هذا الاتفاق ومسألة نقل المجلس الرئاسي إلى سرت هو تقسيم لليبيا، يعني مسألة أن تكون قوات أو الجانب التابع للبرلمان هو في الشرق وحكومة الوفاق والميليشيات ومن يتبعها في الغرب الليبي، هل تتفقون؟ لا 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 على لا على الإطلاق، هذا الكلام غير صحيح جدا، ولا يعبر عن بيان فخامة رئيس مجلس النواب. مسألة طرح مدينة سرت لأن تكون مقرا لمجلس رئاسي جديد عندما يتم المضي قدما في 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 هذا الطرح وفي هذه المبادرة، لن يكون هنالك مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، سوف يكون هنالك سلطة جديدة موحدة. الهدف من طرح مدينة سرت هو إبعاد السلطة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية عن تواجدها تحت سيطرة الميليشيات. أحد الأسباب الفشل الذريع الذي وقعت فيه حكومة فايز السراج ونبهنا إليه منذ البداية هو وجودها في العاصمة طرابلس تحت سيطرة الميليشيات وعدم تنفيذها للترتيبات الأمنية، و
وبالتالي الهدف من طرح مدينة سرت ليس تقسيم ليبيا، وإنما هو توحيد مؤسسات الدولة، إخراج السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة من هيمنة الميليشيات، والهدف الأبعد من ذلك هو أن تعمل هذه الحكومة وهذا المجلس الرئاسي الجديد من أجل إنهاء الميليشيات المسلحة وتفكيك السلاح وعودة كل سلاح إلى مؤسسات الدولة وإنهاء حالة تواجد الميليشيات المسلحة. فإطلاقا ليس الهدف هو تقسيم ليبيا، وما تم طرحه هو إبعاد السلطة الجديدة عن الميليشيات المسلحة إلى حين تحقيق الهدف الأكبر وهو إنهاء تواجد هذه الميليشيات. طيب، البعض قال الأمم المتحدة قالت بأنه سيكون هناك تطبيق ل ما خرجت من مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 من الأطراف المختلفة، إلى أي مدى هذا يعني ساعد في تواجد مثل هذه الإعلانات أو حتى الاتفاقات المختلفة في هذا التوقيت؟ نعم، بكل تأكيد المسار العسكري هام جدا جدا، وهو جزء لا يتجزأ منها من الحل في ليبيا، لأن السلاح هو المشكلة الأكبر في ليبيا، وتواجد السلاح في أيدي الميليشيات المسلحة الغير نظامية، ومن عطل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس وفي كل المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. وبالتالي فإن المسار العسكري الذي أكد عليه فخامة رئيس مجلس النواب خلال بيانه اليوم ضرورة استكمال هذه المباحثات لأجل تحقيق الحل السياسي الذي لا ليس بمعزول عن المسار السياسي. طيب، سيد عبد الله، دائما ما كان المجلس البرلمان الليبي دائما ما كان يقول لا نريد تواجد لتنظيم الإخوان الإرهابي العالمي في ليبيا، وهو أساس المشكلة. الآن من باب الانتخابات ومن باب ما يسمى يعني بالديمقراطية التي تريدها يعني حكومة الوفاق، سيكون هناك تواجد لهؤلاء، ما وجهة نظركم؟ نعم، أي ليبي وحتى في مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية نسعى لأن يكون الحل شامل لكل الليبيين، وبما يحترم وبما لا يخالف الدستور الليبي، الإعلان الدستوري في ليبيا، وكذلك قرارات مجلس النواب. ولكن إجمالا في يعني هنالك يعني حديث سابق لأواني في هذا الوقت وفي وقتنا هذا تحديدا، لكن سوف يتم النظر في أي شيء يخدم مصلحة الليبيين هو مقبول، عدا ذلك لن يتم القبول بأي شيء لا يخدم مصلحة الليبيين أو يخرب أو ينافي الإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها. طيب، كيف تم وضع مارس القادم كموعد للانتخابات؟ ما مجال التفاؤل في إيجاد انتخابات رئاسية وبرلمانية أيضا في مارس القادم؟ لم يطرح مجلس النواب موعدا، وإنما مجلس النواب طرح من خلال فخامة رئيس مجلس النواب خارطة الطريق من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار، وبالتالي لم نطرح أي تاريخ حتى الآن، وهذا ما تم طرحه من قبل حكومة فايز السراج وليس من قبل مجلس النواب. طيب، تزامن الإعلانات على الأقل في هذا التوقيت، يبدو أنه كان هناك يعني طرف وسيط في هذه المسألة، من الوسيط في إيجاد هذه الاتفاقات؟ الراعي للحوار السياسي الليبي والوحيد هو البعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالإضافة إلى المساعي المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تدفع خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لعودة عاجلة للحوار السياسي، وأيضا عودة لاستئناف الحوار ووقف دائم لإطلاق النار وإخراج المرتزقة من ليبيا. طيب، سيد عبد الله، أخيرا سأحاول سؤالك عن مسألة مهمة جدا، ما دور الجيش الليبي في المرحلة القادمة؟ هو كان اقترب من العاصمة طرابلس بشكل كبير، تدخل الجانب التركي، تم إبعاد قوات الجيش مناطق مختلفة، ما دوره في المرحلة القادمة؟ وهل سيكون ضمن هذه الاتفاقيات في إعادة هيكلة الجانب الأمني في ليبيا مع حكومة الوفاق؟ نعم،
نعم بكل تأكيد القوات المسلحة هذا مشروع وطني كبير انطلق منذ العام 2014 أنشئ وتم إنشاؤه بموجب قرارات من مجلس النواب، وهو إنجاز كبير لمجلس النواب أن تم القضاء على تواجد المجموعات الإرهابية في بنغازي ودرنا والهلال النفطي وغيرها من المناطق وجنوب الليبي، فبالتالي هذا المشروع مستمر من أجل توحيد وكل المؤسسات والوصول إلى جيش وطني يحمي التراب الليبي وسيادة ليبيا ويتواجد في كل المناطق الليبية. فهذا مشروع وطني كبير أنجزه مجلس النواب وما زال مستمرا فيه، لأن الجيش الوطني هو الحامي لليبيا وهو الصمام الأمان لسيادة ليبيا خلال الفترة القادمة بإذن الله. نعم، إذا كان معي من طبرق المتحدث باسم البرلمان الليبي سيد عبد الله بالحيق، شكرا جزيلا لك.